قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم سيارة جديدة للمواطن سليمان حسين صاحب واقعة التاكسي المحترق بجوار حديقة حيوان الجيزة، حيث تكلفت المؤسسة بشراء سيارة جديدة له، وذلك إثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته في محافظة الجيزة. حصلت واقعة شهيرة قدام جامعة القاهرة، كان فيها عم سليمان التاكسي بتاعه اتحرق. ابتديت اطلع اشتغل، وصلت لحد باب الجامعه، بصيت لقيت داخله من ورا، نزلت ابص فيه داخله لقيت العربيه ولعت، سحبت طفيت، اطفي شمال اطفي يمين، الناس ساعدتني مش انا برضه، ربنا ما امكنش، كانت خلاص العربيه في ثواني كانت مصفيه، شبه مصفيه خالص، ما فيش حاجه، خلاص ربنا قرض بكده وخلاص الحمد لله، خلاص عمري رايح، عمري مهدود، عمري يعتبر شبه منتهي، العربيه خلاص، شغلي خلاص، يعني مش عارف اقول لك، يعني بفكر هعمل ايه بعد كده، هدور بقى على شغل، هتشتغل عند حد، هتشتغل عند مين، هتقدم عند مين، وامتى الشغل يجي، ما انت بتدور امتى الشغل هيجي، ما انت مش بكره الصبح هتطلع تشتغل، طب انت وراك بيت مفتوح، وراك عيال، وراك والدتك، ومعايا بنت يتيمه، يعني مش عارف هعمل ايه، اي نعم ربنا معايا، بس برضه يعني انت لازم برضه تجري تشوف الدنيا فيها ايه. مكتب حياه كريمه من محافظه الجيزه تواصل معايا، وجم وشافوا حالتي على الواقع على الحقيقه، شافوا الطبيعه بتاعتي ايه، ان انا ما عنديش مورد رزق الا هي شغلانتي دي، وبداوا يقدموا لي كل التسهيل، وفي خلال ايام بداوا يتصلوا بيا، احنا خلاص قدمنا لك على العربيه وهتستلمها في خلال ايام. كانت استجابه سريعه لمؤسسه حياه كريمه، تم رصد الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، ثاني يوم بالفور استجابه سريعه برضو، تم تشكيل فريق رصد ميداني، عملنا تقدرنا نوصل لعم سليمان من سكان منطقه براد دكرور في محافظه الجيزه. الفريق الرصد الميداني نزل ووصل لعم سليمان، قعدنا مع عم سليمان. عم سليمان من اسره بسيطه، كان التاكسي ده مصدر دخله الوحيد، فكرنا في مؤسسه حياه كريمه ان احنا نقدر ازاي نعوض عم سليمان، قلنا اللي احنا نعوضه بتاكسي بديل يكون مصدر دخل ليه، واحنا النهارده هنا عشان نسلمه التاكسي ان شاء الله. مبروك عليك العربية يا عم سليمان، الله يبارك فيك. حياة كريمة طبعا بتتمنى لك يا رب تكون بداية جديدة كده وبداية سعيدة. اللهم امين يا رب، اللهم امين. الله عليك يا رب. اتفضل يا عم سليمان. اتفضل يا سعد. البتاع اهوت. ماشي يا فندم. تقدر حضرتك تركب. لحد دلوقتي مش مصدق، ولحد ما خدت المفاتيح في جيبي مش مصدق، والعقد معايا برضه مش مصدق، ما كنتش متوقع ان حياه كريمه هتعمل معايا كده خالص، هتقدم الدعم العادي، انما هتجيب لي عربيه عشان اطلع اشتغل وافتح بيتي، لا مش كنتش متخيلها، يا لحد دلوقتي ومعايا العربيه وعقدها وورقها في جيبي ومفاتيحها برضه، الحمد لله هبتدي اشتغل وافتح بيتي من جديد، لان انا ما كنتش متخيله، يعني بتقوموا بني ادم من جديد، بتحيوه من جديد ان هو يبتدي يشتغل ويقوم ويجاهد وانا بشكرهم جدا 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 حياه كريمه الصراحه اللي وصلت لي دلوقتي، ان انا ما كنتش لحد دلوقتي برضه مش راكب معايا في دماغي، وانا جوه العربيه مش معايا، انا يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني شبه الكلام كله ضايع مني.